اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مش انا اللي بعملها، حضراتكم اللي بتسالوا على السوشيال ميديا واسئله كتير، ويا شيف مغازي عايزين ناكل من ايدك فراخ مشويه. فاحنا بنحدد يوم الاثنين من كل اسبوع بقدر الامكان ناخد الاسئله ونجاوب عليها عملي واحنا بنشوفها مع بعض. هعمل فراخ مشويه النهارده، معايا جوز فراخ حلوين، وزن الفرخه لا يزيد عن كيلو جرام. تجيب الفراخ الصغيره لما تحب تشويها، هنشويها بالاعشاب والثوم وزيت الزيتون، حاجه لطيفه جميله كده واخده المطبخ الطلياني بخفه دب مصريه. هنقدم معاها رز بالزعفران، رز بالجزر مع الزبيب واخد لون الزعفران اللطيف، يتعمل بالرز البسمتي. ولكن الرز البسمتي يا شيف مغازي معانا مشكله معاه، مش بناكله زي بره، فهنشوف ازاي نعمله زي المطاعم ما بتعمله، بيبقى طعمه لطيف وحلو. يتعمل بقى بشوربه الفراخ، يتعمل بين اصابع ايدك العشره، الطعم يجي منين؟ دي الخبره الطهويه هنشوفها مع بعض ان شاء الله في تفاصيل الحلقه بتاعتي. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، وفي اسئله كتير من خلال السوشيال ميديا حضراتكم بتسالوها هنجاوب عليها من خلال الحلقه واحنا شغالين مع بعض. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا تفاصيل الحلقه وخشي المطبخ بتاعك زي الشيف المغازي كده وخليكي شطوره. ممكن يكون معانا من الطايم بتاعنا 30 دقيقه صافي زي الفل. هل اقدر اعمل فيهم اكل يا شيف؟ لان انت كمان في المطبخ ملكه، تقدري تعملي شويه تحضيرات لحضرتك عشان اذا كنت موظفه بتشتغلي مش عايزه تقفي في المطبخ وقت كبير زي الشيف المغازي كده، فالفراخ تكون مغسوله وجاهزه في الثلاجه مش هيحصل حاجه، عندك التوابل والاعشاب دي عارفه مكانها فين، معانا الجزر المبشور مع تشكيله من الفلفل الالوان. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي مقادير الفراخ المشويه بالاعشاب مع الثوم وزيت الزيتون. مقاديرها بسيطه وسهله في متناول الجميع، فرختين صغيرين، وزن الفرخه لا يزيد عن كيلو جرام، تقريبا 850 او 900 جرام، معانا من الريحان والزعتر وكمان الروزماري، دي المقادير بتاعتنا، وثوم وزيت زيتون وملح وفلفل. انا مش هحط بهارات كتير علشان احافظ على طعم الاعشاب. اول حاجه هنمسك الاعشاب دي نخلطها في قلب الكبه مع بعض واحنا شغالين كده واحده واحده، علشان أسئلة كتير بتجينا على السوشيال ميديا يا شيف مغازي عايزة أكل فراخ مشوية من إيدك، عينيا ليك يا ست الكل. أول حاجة الروزماري، حلو الكلام، ده موجود في المحلات السوبر ماركت، مش موجود أنت عندك مثلا قصرية صغيرة كده فخارة هتجيب الروزماري ده وتزرعيه يعني، ويبقى تستخدميه فريش كده وطازة زي اللي معانا ده كده، ده حلو جدا يعني بينافس الريحان في التوابل والفليفر والاعشاب، مفيده عموما، الزيوت الطياره اللي موجوده فيها مفيده جدا. هناخد شويه دول كمان، ده روزماري حلو جدا مع الفراخ والاسماك، حلو معانا يا عم الشيف توم، بسم الله الرحمن الرحيم، معانا كده الصوره حلوه حبايبي، معانا زعتر، هعمل خلطة كده اكتبها ورايا. لما تيجي تشوي فراخ ونفسك جاي على فراخ مشوية واخدة طعم الأعشاب، حط اللي أنا بعمله دلوقتي، حطيت روزماري وحطيت زعتر، حلو الكلام، وشوية ريحان أخضر، معانا ريحان أخضر، حلو الكلام، موجود مش موجود، ده لطيف وحلو. الورقة بتاعته بتبقى عريضة بالشكل ده كده، ما لقيتيش منه حط نعناع، وقولي يا بتاع النعناع يا منعنع، زي الفل في قلب الكبه، حلو الكلام. وبنحط على الخلطه دي يا عم الشيف شويه زيت زيتون ومعلقه خل في قلب الكبه. دايما قاعده المغازي بتقول ايه؟ بتعملي فراخ مشويه بالاعشاب زي الروزماري والزعتر والريحان، ما تكتريش التوابل الشرقيه اللي هي الكمون كزبره الحاجات ديت، لان دي بتسرق الطعم، خلي بالك. حط شوية بابريكا كده حلوين، بحب أنا الفلفلة الحلوة في الأكل دايما، والملح والفلفل بتاعنا أهو، كل ده في قلب الكبة. وهنخلط الخليط ده يا عم الشيف ونقطع الفراخ ونمسك الخلطة ديت ندخلها جوه الأنسجة بتاعة الفراخ واحنا مع بعض كده، اللهم صل على النبي. يلا ونشغل دي كده،
لازم التوابل والاعشاب تكون مطحونه كلها. خلص الكلام، شفتوا الخلطه ديت؟ اوريها لحضراتكم حالا دلوقتي في قلب الصينيه. سريعا كده، وعايزك تبقى شاطره في المطبخ وعارفه انت بتعملي ايه. وهقول لك على معلومه حلوه، دايما لما تيجي ترتبي المطبخ بتاعك انت رص الحاجه بايدك انت، يعني ما تستعينيش بحد. ليه؟ عشان لما تقف في المطبخ ما تساليش فين الشوكه يا حماده، فين المفرمه، وفين المبشره اللي هبشر بيها يا حماده، وهكذا. لا، خلي الحاجه انت بحطت ايدك، تقوم تقف في المطبخ عارفه مكان كل حاجه. معايا فرسان التلفزيون المصري حبايبي، نجيب الخلطه الحلوه اللي احنا هنشوي بيها الفراخ دلوقتي مع بعض، وهناخد الجزء الفراخ الحلوين دول نشوف هنقطعهم ازاي ونفصلهم ازاي علشان ينزلوا على الجريلا، ما ياخدوش معايا تقريبا 20 دقيقه وتستوي. واحنا مع بعض واحده واحده، السكينه بتاعتك تكون حاميه. اللهم صل على النبي. دايما سكينتك حاميه وتتحكمي فيها مفيش اي مشكله. هناخد الصينيه دي كده. اللهم صل على النبي. ادي الفرخه الاولى، نشيل السلسله بتاعه الفرخه اللي بتعمل لنا مشاكل واعاقه في التسويه اهي. دايما بنلاقي دم بين السلسله وبعضيها. خلاص انا رفعت دي كده، شكرا. ده ما يترميش، ده نحافظ عليه في التلاجة على اخر الشهر كده والمصروف معانا خسع. بناخد العظم ده، الجوانح دي كلها بنغليها، بناخد شويه شوربه حلوين، بنعمل احلى صينيه بطاطس بالفراخ او شوربه الفراخ. وامسك الفرخه دي كده، الربع ده كده اهو، واجي هنا كده اهو اهو، الفتحه دي كده من عند العظم واحطها هنا بالشكل ده كده. نفس الموضوع الصدر، اجي كده اهو اهو، واجي عند الجناح ده كده وافتح فتحه واحطه هنا كده. نفس الموضوع الفراخ الصغيره في الشوي ما بتاخدش وقت كبير، وعلامه في التسويه. نجيب السكينه كده. نعم يا غالي، سؤال وجيه من المخرج قال لي مش ممكن نشيل الجلده بتاعت الفراخ؟ للامانه انا بحب اشوي الفراخ بالجلده بتاعتها طالما الفراخ معايا مغسوله ونضيفه وزي الفل. خلي بالك، عايزه تشيلها دي بتاعتك، بس دايما انا بحب الجلده بتاعت الفراخ لان في نسبه دهون ما بين الجلده وما بين اللحم بتاع الفرخه. ناخد الفرخه دي كمان زي الفل، نشيل السلسله. شوفوا انا بشيل السلسله اهو، السكينه ماشيه، هي عارفه رايحه فين. نفس الموضوع من تحت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، سمي بسم الله اهو، هي السكينه عارفه رايحه فين. واسحبها كده اهو واشيل الجلد ده كده زي الفل يا عم الشيف. خلاص كده الفرخه معايا اتفتحت اهي، باجي هنا بالنص افتحها كده. اللهم صل على النبي. واجي على الفخده دي كده نفس القصه. حلو. الفتحه دي مهمه جدا. هي دي اللي بتساوي الفراخ، بتساعد على تسويه الفراخ، اعشاب اهي. دي طريقه يا ريت تعملها لاولادك النهارده هتعجبهم، لانك انت لو رحت مطعم مش هتلاقي الفراخ دي موجوده في المطعم بالطعم ده خالص، لانك انت اللي بتتحكمي في تركيبه الاعشاب بتاعه الشوي نفسها. حتى زعتر قد ايه، حتى ريحان قد ايه، حتى روزماري قد ايه، حتى توم قد ايه، وهكذا. عامله زيت زيتون ولا لا؟ هو ده. اللهم صل على النبي. ناخد الفراخ دي يا عم الشيف، وعند جريلا بتناديني، درجه حرارتها عاليه جدا، حطيتها قبل ما نطلع على الهواء تقريبا ب 30 دقيقه. الفراخ اهي شكلها تتاكل وهي لسه نيه اهي اهي. جريلا سخنه جدا، في مثل يقول لك اضرب الحديد وهو سخن، يعني خد الخبر كده وهو لسه سخن. اللحوم المشويه، البرجر، السمك، الفراخ لازم تتحط على جريلا سخنه درجه حرارتها عاليه جدا بالشكل ده كده اهو. اللهم صل على النبي. استوت الفراخ هو ده بسم الله الرحمن الرحيم. خلص الكلام، عندي شويه بهريز وعندي شويه ميه، الخلطه دي مهمه بخليهم على جنب، هحتاج لهم انا دول.
اشربهم الفراخ من وقت للتاني. نطلع فاصل يا شباب ونعمل عمليه ترويل للكاونتر بتاعنا، ايه رايكم؟ حلو. الفراخ هنا بتستوي زي الفل. يلا هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل لاسرار شوي الفراخ بالاعشاب، ازاي الانسجه بتاعت الفراخ تاخد طعم الاعشاب والاعشاب تنسجم مع الفراخ مع رز بالزعفران. اه هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لاسرار شوي الفراخ. ايه الفراخ دي يا شفيق؟ ما خدتش مننا وقت، عصافير دي ولا ايه؟ اهي خدت اللون الاحمر بالشكل ده كده اهو، واسيبها على النار. انا عايزك لما تخش المطبخ انك تظبط التايم بتاعك، الوقت يعني، وفي نفس الوقت تعرفي ايه الحاجه اللي ممكن تاخد وقت كبير. ده مهم جدا. يعني انا بدات الاول اجهز الخلطه بتاعت الشوي، قطعت الفراخ وحطيتها في قلب الخلطه وحطيتها على النار. عايز اعمل شويه رز حلوين كده واوري الشطاره بتاعتي في عمايل الرز، لان مشاكل الرز البسماتي دايما لما بتحط على السفره بتاعتنا بيبقى الطعم في سكه والشكل في سكه. انا عامل دلوقتي رز بالزعفران، مقاديره على الشاشه، جزر مبشور ورز بسمتي معانا، ومعانا من البصل بصلايه ناعمه وزيت زيتون ومعلقه زبده، هي دي المقادير، وورق لورا وحبهان وشويه زعفران. المقادير على الشاشه في متناول الجميع، بسيطه وسهله. ممكن نحط قرن فلفل حار كده للامانه علشان الرز يبقى سبايسي شويه ويبقى له فليفر كده لطيف وحلو، لان الفلفل الحار في تسويه الرز مهمه جدا. حلو الكلام؟ طيب تعالوا نعمله مع بعض سريعا واحنا شغالين كده. حل على النار، يا نعم. والمقادير على الشاشه، صورها بالتليفون او اكتبيها ورايا تاني. بيسالوا على السوشيال ميديا، شيف مغازي باكل الرز البسمتي بره في المطاعم مش زي اللي انا بعمله في البيت، اعمل ايه؟ خطوه خطوه معايا. اول حاجه بحط هنا معلقه زيت صغيره، وعلى معلقه الزيت دي يا عم الشيف ممكن معلقه سمنه او زبده، انا هستخدم للامانه معلقه سمنه. حلو الكلام. والسمنه بتدوب مع الزيت. بعمل ايه؟ بحط الورق اللورا عشان السمنه والزيت ياخدوا الفليفر. بحط شويه حبهان حلوين كده زي الفل، تمام. بحط بصلايه في سكتي كده مفرومه ناعمه، تحميرها بيدي طعم للرز مدرسه الصياديه. واسيب دول يتشوحوا على النار، هو ده الطعم. تاني. حلو قوي. وانا شغال وفي نفس الوقت الفراخ جنبي عطشانه، تقول لك عطشان يا سمراني اسقيني ايه؟ خلطه. وانا واقف كده جنبيها بشربها من وقت للتاني. هو ده، وبتستوي. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ والفراخ فتحت مكان خبطه السكينه في الجناح وفي الفخذ والصدر، شايفه فتحت ازاي؟ وخدت التتبيله وسابها تستوي يا عم الشيف. على عين البوتاجاز، عايز ادخلها الفرن اهلا وسهلا، بس في الطبيعي ان عين البوتاجاز سريعه شويه. حلو الكلام. يا نعم. حلو. سؤال، انا مستني السؤال ده من بدري. سؤال جالنا على السوشيال ميديا، ينفع اشوي الفراخ دي يا عم الشيف بصدور فراخ؟ هتنفع، مش هتقول لا، بس مش هتبدا بنفس الطعم ده. ولكن صدور الفراخ دايما الاطفال بيحبوها والشباب علشان تبقى جاهزه على طول الاكل، هتبقى زي الفل. انا عايز بس نشوف التكنيك العالي لعمل شويه رز برياني، اللي هو الرز بالزعفران اللي بناكله ببعض المطاعم ونقول مش معمول ليه زي المطاعم. انا حطيت معلقه زيت ومعلقه سمنه، حمرت بصلايه صغيره مع ورق اللورا والحبهان، خدوا اللون ده كده. علشان اكسب وقتي وانا شيف شاطر، الرز البسمتي حطيته في شويه ميه مغليين. يا ويلي يا ويلي على المطبخ. استوى الرز. هو ده. اللهم صل على النبي. واقلب الرز ده يا عم الشيف بالخلطه دي. زي الفل. نقلب كده. واقفه في المطبخ رايقه
كل حاجه معاك نظيفه. اقلب الخليط اللي انا كنت بحمره من شويه في قلب الرز. لسه ما خلصتش. فين الجزر حالا؟ انا عايز بس الانسجام ورق اللورو مع الحبهان، لان الزبد السمنه والزيت واخدين الطعم، فانا افلفل الرز مع الزيت والسمنه. دي المدرسه الطهويه بتاعت المغازل، فكره ان انا احمر الورق اللورو والحبهان في الزيت والسمنه علشان ياخدوا الفليفر والطعم بتاع الحبهان. ننزل بالجزر يا عم الشيف. يعني انا حولت طبق الرز ده لفيتامين سي، لقيمه غذائيه عاليه جدا. ما اكلش نشويات وبس، لا، وجود الرز، وجود الجزر في قلب الرز يعني فيتامين سي. معانا عموره، ازيك يا عم عمر؟ ازيك يا شيف، ازي حضرتك حبيبي يا غالي؟ كلمت حضرتك امبارح بس على فيديو القياس ما قلتش. طلبت ايه حضرتك؟ قول لي انا معاك. القلقاس بالخضره. نعم يا غالي، القلقاس. القلقاس، حاضر. عينيا، تمام. في حاجه ثانيه يا شيف، معلش. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بس في حاجه، اللي هو برضو طريقه فراخ المندي. نعم يا غالي، طريقه الفراخ المندي. طريقه الفراخ المندي، مالها؟ عايزها يعني؟ عايز اعرف طريقها برضه حالا. انت عارف ليه سموه مندي؟ حلو الكلام. علشان الرز بيستوي على الندى بتاع الفراخ، على الجوس بتاع الفراخ. الفراخ بتتعلق كده في البرميل او في الحوض اللي بيتعمل المندي، وبينزل البيون بتاعها على وش الرز بعد ما ياخد التوابل بتاعته والميه بتاعته، يوم ينزل الدهون بتاعه اللحم او الضاني على وش الرز ويستوي، اسمه المندي. شايفين الجزر مع الرز؟ ايه الجمال وايه اللون الحلو ده يا عم الشيف. لسه ما خلصتش. مينا، ام مينا، انا اسف يا ام مينا. اهلا وسهلا يا اختي، وتسلم ايديك على كل حاجه حلوه بتعملها. الله يسلمك يا ست الكل، الله يخليك. بس اتعب بقى وبسالك على المشويه، في حاجه ضفتها؟ ايه اللي ضفته على الجريله؟ اللي انا حطيته على الجريله وانا شغال. اللي انا الخلطه اللي انا كنت بتبل بيها الفراخ موجوده معايا، زودتها شويه ميه موجودة معايا عشان الفراخ تستوي بالخلطة دي، والفراخ تاخد طعم الأعشاب، لأن أنا عندي الأعشاب هنا هي البطل في الموضوع. أنا معتمد عليها في الطعم، مفيش لا كمون ولا كزبرة ولا زبادي ولا الجو بتاع الشاورما ده خالص. فأنا حطيت شوية مية على التتبيلة بتاعة الفراخ، وبشرب الفراخ من وقت للتاني وهي بتستوي قدام عينيا. أقلبها كده ونشوف أخبارها إيه مع بعض، ونبص عليها. الله، خلاص استوت. موجودة اهي وعايمة في الخلطة، وتسيبها كده على النار زي ما انتوا حابين. انا جاهز، نسمع كلام الكبير وناخد بعضينا. والله الفراخ استوت، بسم الله ما شاء الله عليك يا شيف. هناخد بعضينا ونطلع ونرجع بعد الفاصل نشوف ازاي نقدم الاكل بتاعنا البسيط الحلو ده الغير مكلف، ولكن علميا وفكريا وطهويا وخبرة طهوية، ازاي تشوي فراخ تاخد طعم الاعشاب بنفس الطعم، اذا كان روزماري او زعتر مع توم وزيت الزيتون وشويه رز بالزعفران، طعمهم زي اللي بتاكلهم بره، ما بال احسن لانك انت عاملاهم باصابع ايدك العشره او هتروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نقدم الفراخ ازاي. وانا في الفاصل المخرج بيقول لي ايه اللي انت بتحطه ده، عايزين نحطه على هوا مع بعض كده ونقول للساده المشاهدين. معاك حق والله، شفتوا ازاي المخرج بيحب حضراتكم. انا حطيت مكعبين من الزبده، حلو قوي. انا محمر الفراخ، وجود الزبده هنا بقى بيدي طعم حلو قوي على فكره. تعال نبص عليها كده اهو. اللهم صل على النبي. انا عايز اقلبها بس عشان اقدمها، لأن الكل بيقول لي الفراخ استوت ولا لسه. احنا هنخلص وناكل مع بعض ونشوف الشيف كلامه مظبوط ولا لا. اتحمرت ازاي الفراخ؟ خدت لون، وجود الزبده هنا بيديها لون حلو. تعال نغرف الرز مع بعض. دي جاهز معايا معلقة زعفران صغيرة كده بتنزل في قلب الرز كده زي الفل، ونشيل ده من هنا عشان الأطفال الحلوين لما يخشوا المطبخ
ده مهم جدا على فكره، الالوان ديت ما تخلاش في طريق الاطفال. ونقلب الرز بتاعنا، شويه رز زبده فل تمام. تعالوا مع بعض نغرفه بسرعه، يلا اللهم صل على النبي. انا عايزك لما تعمل الرز ده حط في الاعتبار ان الملح بتاعك يكون مظبوط، لانه وارد ان احد افراد الاسره مش بيحب الملح زياده، الرز بالذات ممكن نزود ملح واحنا بناكل. اللهم صل على النبي. الرز استوى ازاي يا شيف بوغازي؟ وانت بتقول اقل حاجه ساعه، نص ساعه على النار هاديه. انا وانا بحضر الشغل بتاعي اللي هو المزمبلاس يعني، الرز ده اتحط في ميه مغليه، فانا كسبت وقت هنا. وارد برضو انك تعملي نفس الشغل اللي انا بعمله ده كده، وتقف في المطبخ رايقه كده وفايقه في الزحمه. الله، ما تخليش ميته تنشف كتير، يبقى نازل بالشكل ده كده، الشكل الانسيابي ده. اللهم صل على النبي. زي الفل. جرنش بتاعنا، عود نعناع حلو كده، تعملي زي اخواننا في المطاعم يزينوه بالفلفل. تبقى عايزه الجو ده ما عنديش اي مشكله، ممكن اعمل لك حاجه حلوه. اللهم صل على النبي. بجيب بلانشه كده وسكينه. كل ده الفراخ على النار بسيبها لاكبر وقت ممكن. الجو ده حلو، الاولاد بيحبوه، اللي هو الجرنش بتاع الطبق البرزنتيشن يعني بالشكل ده كده. خلص الكلام، تعالوا نقدم الفراخ مع بعض سريعا في الطبق الحلو ده كده. ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ حلو، استوت ريحه الزبده بعد تسويه الفراخ بتدي طعم تاني خالص. اللهم صل على النبي. فراخ مشويه بالاعشاب. سمعنا الصوت ده كده؟ اول عينيا. خلاص بس ارص الفراخ الرصه الحلوه دي كده، الصوت الحلو ده، الصوت اللي جوع ده بجد والله. صوت الفراخ وهي بتتحمر في قلب الزبده الشاوي ده كده مهم جدا. ايه الجمال ده يا عم الشيخ؟ وما خدتش وقت. عينيا الله عليكي، انت بنت حلال. شفت بتقول لي ايه؟ ايه رايك لو خدت شويه الزبده الحلوين مكان تحمير الفراخ دول وتحطهم على وش الرز؟ هو ده الكلام وده المطبخ. يا ويلي يا ويلي، اللهم صل على النبي. هو ده مطبخنا. اوبا، على شاشه القناه الاولى ايا كان الوقت بتاعنا بيحكمنا نظرا للاحداث السياسيه والانجازات العظيمه اللي بتشهدها مصر في ظل الاوضاع الحاليه، والحمد لله ودي نعمه من ربنا نشكر ربنا عليها للامانه. بنقدر ان احنا ناخد وقتنا على شاشه القناه الاولى ونبسط حضراتكم باكله حلوه، يعني نشوف شويه رز بيتعملوا ازاي، فراخ مشويه ازاي، وباقل وقت ممكن نعمل حاجه حلوه، وبعلمك ازاي تخش المطبخ في نفس الوقت بسرعه تعملي حاجه سريعه. جوزك عزم حد فجاه، حماتك جت خبطت الباب فجاه، عايزين نعمل اكل للاولاد ومع وزنين في الوقت، وهكذا من المثال. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.